وقبل أسبوعين من انطلاق إكسبو 2020 دبي، أحد أهم الأحداث العالمية زخما وتأثيرا، ستتحول دولة الإمارات إلى أهم وجهة عالمية على مدى 6 أشهر، حيث يتوقع أن يستقطب المعرض قرابة 25 مليون زائر من مختلف الجنسيات ومن داخل الدولة وخارجها. وتستعد الإمارات للتحول إلى الوجهة الأولى للمسافرين عالميا خلال الأشهر 6 المقبلة، تزامنا مع استضافة معرض إكسبو دبي 2020، فيما استعاد القطاع الفندقي المحلي معدلات الحجز الطبيعية في ظل نمو أعداد الحجوزات الاستباقية. ويلعب هذا الحدث الاستثنائي دورا بارزا في الارتقاء بقطاع السياحة في الدولة، حيث ستنعكس آثاره على ازدهار عدد كبير من القطاعات، وفي مقدمتها السياحة والطيران والنقل وغيرها. وسجلت الطلبات الحجوزات الفندقية في الإمارات عموما ودبي تحديدا نموا كبيرا قبيل إكسبو 2020 دبي، حيث أعلن موقع ويجو العالمي للسفر والحجوزات الفندقية في يوليو الماضي عن أكثر من 500,000 عملية بحث لرحلات وحجوزات فندقية في دبي خلال الفترة التي تستضيف فيها الحدث.